ما حكم العبث في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وفرقعة الأصابع والعبث بالغترة والشماغ؟ وهل ذلك مفسد للصلاة؟ العبث في الصلاة مكروه ومنقص للصلاة، فإن كثر، إذا كثر وتوالى فإنه يبطل الصلاة، أما اليسير منه هذا يكره، ويجب على المسلم أن يخشع في صلاته ولا يتحرك إلا لحاجة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.